بمناسبة الزمالك والأداء الرائع للزمالك، لاعبين وجهاز فني وكل شيء، الجماهير كمان، جماهير نادي الزمالك عاملة أداء رائع جدا. معانا تقرير حلو قوي قوي عن يوسف عبد الله، مشجع لنادي الزمالك من ذوي الهمم، كلنا بنشوفه في الملعب وواحد من نجوم الزمالك على طول في الملعب في كل المباريات. قصة وحكاية حب للزمالك، حكاية عظيمة جدا. نشوف التقرير ده وبعد كده نستقبل كابتننا الكبير كابتن تامر مصطفى. خليكم معنا. يوم ميلادي وانا زملكاوي على العهد مهما تفوت سنين، حبه ما توصفهوش حكاوي، ده انا اصلي صوته حدسه الامين، عينيا دي ما بتشوفش غيره، صوتي ما يهتفش الا ليه، تشجيع وفخر الجماهير، وده اللي انا اتربيت عليه، النادي ده اتعلمنا منه يعني ايه كلمه وفاء، تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني انتماء. انا اسمي يوسف عبد الله ومشهور عندنا في باب الشعريه هنا بجو، وانا بشجع الزمالك من ساعه ما كبرت وعرفت الكوره وكده، ومن صغري انا بشجع الزمالك وبحب نادي الزمالك وبروح وراه في كل مكان، وانا يعني عشق نادي الزمالك، وهو اللي بيفرحني وهو اللي بيزعلني وهو اللي كل حاجه في دنيتي، وهو امي وابويا وكل حاجه، وانا يعني نادي الزمالك بالنسبه لي دوت حاجه كبيره جدا، وهو اللي بيخليني سعيد. طبعا بحب اللعيبه كلها، واللعيبه كلها رجاله، بس العشق شيكابالا وباقي الفريق كله رجاله، وانا بحبهم كلهم، بس شيكابالا دوت عندي حاجه كبيره، يعني انا في وجهه نظري انا شايفه احسن لعيب في العالم، انا بعشقه. المدير الفني دوت البروفيسور بتاعنا جاسوالدو فريرا طبعا دوت العالمي بتاعنا، وربنا يخليه لنا، وهو الصراحه شغال باقل الامكانيات، بس الله يبارك له، وهو مش مقصر معانا ومش محسسنا باي حاجه الصراحه، واحنا فرحانين عشان فرقتنا 100 100 وبقت فرقه جامده وفرقه عالميه، واحنا يعني ايه الصراحه من صح الزمالك لعب وفن وهندسه، الزمالك تاريخ في دقيقه ادوني العدويه وصراحه وفرحوني وخلوني اللي انا سعيد سعيد، ويعني وخلوا ايه يعني خلوني بقيت سعيد، ما بفوتش ماتش النادي الزمالك، وبروح كل الموتوشه وبركب من عندنا هنا، وحتى لو يعني حتى في اوقات بيبقى انا ظروف على قد وكده، ممكن يبقى مش معايا فلوس، ولازم برضه اروح ورا فريقي، وهم حبوني الصراحه، وكلهم بيتكلموا معايا ويسلموا عليا ويقعدوا معايا وبيعاملوني حلو الصراحه، وكلهم اخواتي من اصغر حد لاكبر حد، والفريق كله رجاله الصراحه. انا بتمنى ان شاء الله ناخد افريقيا السنه دي ونعمل مجهود جيد يعني، ونطلع بصوره حلوه قدام العالم كله، والزمالك يفرحنا وياخد بطوله افريقيا، ونلعب في كاس العالم الانديه، ونبقى حاجه كبيره، ونثبت للدنيا كلها اللي احنا تمام، والناس كلها تشوفنا. محتاجين كام لعيب كده في كام مركز، يعني محتاجين مهاجم، محتاجين صانع لعب حلو، عايزين اتنين نص ملعب، عايزين باك شمال، عايزين حارس مرمى جنب الكابتن محمد عواد كده يعني. بس طبعا يعني احنا جيسوالدو فريرا العالمي بتاعنا مش محسسنا باي حاجه بصراحه، الله يبارك له، ده العالمي بتاعنا ده، ونفسي اقابل محمد صلاح احضر له ماتش. من يوم ميلادي وانا زملكاوي على العهد مهما تفوت سنين، حبه ما توصفهوش حكاوي، ده انا اصلي صوته حدسه الامين، عينيا دي ما بتشوفش غيره، صوتي ما يهتفش الا ليه، تشجيع وفخر الجماهير، وده اللي انا اتربيت عليه، النادي ده اتعلمنا منه يعني ايه كلمه وفاء، تاريخه عايش يحكي عنه.